طبعا محتاج تدعيم جامد جدا واهتمام بالنادي الزمالك. محتاج طبعا ان شاء الله 2 مدافعين، مهاجم سوبر، هو محتاج في نص الملعب ويدعم الهجوم، عشان هو دول اكتر حاجتين بيبقى عندهم في مشكلة. احنا محتاجين نص ملعب ومهاجم، محتاج لعيبة في مركز 8 كتير، ان شاء الله يعني يعملوا حاجة السنة الجاية ان شاء الله وياخدوا الدوري. الزمالك محتاجة خط نص، ممكن محتاج مثلا تدعيمين ثلاثة، واحد في خط الدفاع، واحد في خط النص، محتاج مثلا بلاي ميكر محترف شوية يقدر يمسك الملعب وكده. الفريق يعني محتاج تدعيمات قوية عشان ان شاء الله يقدروا يسترجعوا الدوري وكده. احنا معانا لسه مصطفى شلبي لما يرجع من الاصابه، ومعانا عبد الله جمعه لما يرجع باك شمال، ومعانا عبد الشافي ما لعبش معانا الموسم كله، فكل ديك مراكز اللي احنا كنا محتاجينها موجوده عندنا. لا الزمالك محتاج فيرود بصراحه، زي مصطفى محمد كده. الزمالك محتاج 2 سرد باكات، محتاجه جون كيبر كويس، محتاج طبعا مهاجم، ومحتاجين لعيب خط نص زي طارق حامد، لو يعرف يرجع طارق حامد هيفيده، وناجم فرجاني ساسي ممكن يقوي الفريق برضو، وطارق حامد يقوي اكتر، كل ده يعمل ميركاتو جامد للزمالك. محتاج فعلا بعد اللي خسروا كتير فعلا، زي امام عاشور واللعيبه فعلا كتير، واحتاج لعيبه افضل. موجود الونش وعبد الغني والمدافع اللي هو الزناري دوت، بس الثلاثه طبعا الونش وعبد الغني هم اللي بيلعبوا اساسي، مفيش حد تاني معاهم.